يا ملهم الأشعار بشوف جيدك حذرة يا من زهمتك اطول اطرب مسامع الاجتماع بجديدك خلي ما تهول اليوم يتهول واليوم جيت أشارك بزد رصيدك وانقالها الله أني لأجيب الأول. صح لسانك أبو لافي، أنا فرحان جدا أنك شاعر مش مقدم لأني أخاف أنه لقمة عيش تروح علي. لا إن شاء الله أنت قمة الهرم ولا لك منافس. جعل عمرك طويل يا أبو لافي، ما شاء الله تبارك الله، تمكن، أداء، قبول، ابتسامة، أناقة. أبو لافي كيف كانت اللجنة معك؟ والله اللجنة كانت جدا جميلة وكان أسئلتها كانت في محلها. أنا طبعا أقل من يقيم اللجنة ولكن شفت فيهم الجدية في الاختيار، شفت منهم الجدية في الأسئلة بعيدا عن الأمور اللي ممكنها تكون محسوبية وما إلى ذلك. أمانة شدني التنظيم. أنا قبل كذا تقريبا قبلت في زد رصيدك وجيت هنا مقابلة. أمانة شفت في هذا الموسم تطور، ما راح أقول 100%، بقول 200%. أي نسخة قبلت فيها؟ النسخة الماضية السبعة، أتوقع سبعة. رغم أنك تحاول من أي نسخة؟ من خمسة، لكن ما الله كتبها وأسأل الله أن الله يكتب لي القبول. أحيانا إذا صبر الواحد على حلم كل ما لا يتطور بداخله ويعظم ويتأكد أنه إذا جيتها هالفرصة وهذا العلم أو الحلم وعلم بعد طول الانتظار يكون تعامله معه أجمل، فلربما الفرصة تسمح لك في هالنسخة. والله إذا سمحت لي هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، وأنا على يقين، وعلى ولو إن ما عندي يقين وعندي قناعة إن هذا ما يجري من الله سبحانه وتعالى كان أصلا ما قدمت في هذه النسخة، كان جاني اليأس والقنوط من أول نسخة ثاني نسخة. ما من شخص مبتسم مثلك يرتسم عليه اليأس إن شاء الله مع الأيام. أبو لافي من عشرة كم تعتقد إنه اسمك حيذكر مع رقم تصويت القريح؟ من عشرة بخلي لك واحد وبقول تسعة. عرفنا بنفسك لو سمحت. ليش اخترت برامج الواقع منصة تطلع فيه؟ أنت داخل على لجنة الآن فبتعرف بنفسك بصيغتك اللي دخلت في البرنامج. هل سبق أنك قدمت شيء على التراب السناب؟